حول الموضوع ينضم لنا عبر الهاتف مباشرة من بغداد الدكتور أحمد الشريفي الخبير الاستراتيجي والعسكري. دكتور أحمد مساء الخير، أهلا بك معنا. داعش انهار في العراق والانهيار بدأ مع بدء معركة الموصل، الانهيار بدأ مع انهيار من حيث طلع ما يسمى بزعيم دولته المزعومة، ويعني من الجامع النوري عند بدء هذا الانهيار انهار داعش. يعني استراتيجيا، الاستراتيجية المتبعة الآن مع التنظيم في المعارك التي تجري حاليا في العراق، إلى أي مدى ستؤدي إلى النهاية الحتمية الكلية لداعش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الآن العمليات التي تجري في القاطع الغربي هي بالحقيقة بمثابة إنهاء لوجود هذا التنظيم، لأنه إحنا إذا أحكمنا السيطرة على الحدود وقمنا بعزل الحدود السورية العراقية، فمعنى ذلك أن ما تبقى من وجود للتنظيم لا يعد كون جيوبا محاصرة، وبالتالي من السهل احتوائها. المعركة التي هي بإذن الله ستكون معركة الحسم هي القائم، وفي حقيقة الأمر فيها تحدي كبير جدا، لأنها مركز القيادة والسيطرة لولاية الفرات، فضلا عن أنها فيها تحصينات وتواجد لقيادات بارزة، ولربما في محيط القائم وما يحتويه من أودية قد يكون متواجدا البغدادي، وهذه الفرضية تجعل مسرح العمليات معقدا. لذلك المعارك التي جرت سواء كان في عكاشات أو في راوة أو في عنز تكون سهلة وتجلب انسيابية، ولكن التعقيد الأكبر وربما الحسم النهائي سيكون في معركة القائم بإذن الله. نعم. طيب. دكتور، يعني في معركة الموصل لوحدها تم تسجيل بحسب الجيش العراقي مقتل 25,000 داعشي، هذا غير بعض الأشخاص الذين هربوا. إذا ما نظرنا إلى ربما عدد المقاتلين داعش والتنظيم ككل في العراق ومن قتل منهم ومن هرب منهم، يعني ماذا بقي؟ كم بقي من داعش في العراق؟ وأيضا بالنسبة للذين هربوا، إذا ما عدنا بالذاكرة من معركة الموصل إلى معركة العفر إلى الآن المعركة التي يتم الاستعداد لها وهي معركة الحويجة، كم عدد الأشخاص الذين هربوا؟ أين تمركزوا بالتحديد؟ باتجاه أين؟ نعم، بالحقيقة إحنا المدن التي تخضع إلى أسلوب العزل والتطويق بالإمكان رصد عدد التنبؤ بعدد التنظيم الموجود، لأنه أساسا هذه المناطق في إطار العزل والتطويق. أما في معركة القائم أو المعركة الحدودية فمن غير الممكن التنبؤ بالعدد، لأنه لا زال الأعداد بإمكانها المناورة على مسرح العمليات السوري والعراقي، وبالتالي حرية التنقل لا زالت متاحة. وحينما تكون حرية التنقل متاحة فمعنى ذلك أن خطوط الدعم اللوجستي ورافد الدعم البشرية والقدرات التسليحية ستكون متاحة. لذلك تحدثنا عن معركة القائم بوصفها معركة معقدة، لأنه التنظيم فيها سيمتلك عمقا استراتيجيا للمناورة والبقاء في ميدان المعركة وقت أطول، لأنه يمتلك عمقا استراتيجيا في سوريا وفي العراق. هذا سيتأثر بطبيعة الحال في تقدم القطاعات في سوريا وفي العراق لوقته في منطقة قتيل. لكن باختصار دكتور، يعني لو تحدثنا عن تواجد داعش الآن في العراق مع كل هذه المعارك التي جرت والتي تجري على الأرض، يعني كيف تصف لنا تواجد داعش الآن في العراق؟ بالحقيقة إذا تحدثنا عن ما موجود في العراق لا يتجاوز يعني بضع آلاف، وبالتحديد في الحويجة. الآن الحويجة بشكل أو بآخر بات التنظيم يستثمر فترة إطالة أمد المعركة ويتسرب من ميدان المعركة، والعدد الذي تحدثنا عليه بات ربما لا يتواجد منه إلا النصف. فإذا هناك تسرب، أما القسم البعض يسلم إلى البيشمركة، والبعض الآخر بدأ يلجأ إلى الصحراء اتباعا لاستراتيجية سمكة الرمال، بحث عن ملاذات في مناطق صحراوية. فالأعداد لا تشكل قلقا، القلق فقط في منطقة القائم. نعم، شكرا لك على هذه المداخلة. معنا الدكتور أحمد الشريفي الخبير الاستراتيجي والعسكري، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.